أما هداية ميتنا موجودة داخل الحدود، فقط تنقصنا الإرادة من أجل خلق تنمية حقيقية. الأوضاع تفرق وسائل الناس المتعة دون العربية اليوم العربية الجميع، وجاء هذا ويرفع من جهد السياق الشرطه الصناعيه هي مكتمله محتمله الوصول بالفرقه بالوان الاعتداءات على منظومه النهضه. مجموعه من الالوان والاشكال التي تضاعف تمثل الشكل الجغرافي والجيولوجي ايضا للبلاد عمليه الاتجاه طبعا معقوله. حكينا عن الاستهلاك وقلنا فيه مدن كثيرة في تغذى مشروعنا الصناعي تجاوز فيها الاستهلاك على المعدل حتى العالمي المحدد. يعني احنا لما نديره في دراسات معدل استهلاك البلد الشخص المياه اليوم في كميات تتجاوز 300 لتر الأمانة، يعني 200-300 لتر من المياه للشخص الواحد، بينما نحن لاحظنا ان في مدن مثل جدابيه ومدن مناطق المحلات الغربيه اللي هي سلوب وجردينه ومقرون تجاوز فيها الاستهلاك على الحد المعقول، يعني ربما تجاوز الاستهلاك وصل حوالي 400 و450 و550 مكعب كيف ما وصل في مدينه بريقه السكنيه. المحاولات الغربيه وصرفه النحاس، وبالتالي الخروج اكثر من 130 بير. اللي حنتحدث عليها اللي نحن حاولنا ان نلخصوا عده مصادر لها. عندنا هي على سطح الارض وقرب مساحات بها تشكل هذا اللي اعتمادها على السطوح لا تتميز بخاصيتها العاليه. هذا طبعا يعتبر هدر عام في الاستهلاك. الناس ما كانتش تقدر في قيمة هذه المياه اللي جاية من الحقول، أكيد لأن ما فيش عدادات قياس عند المستهلكين. المستهلك أو المواطن نفسه ما يدفعش في مقابل استهلاكه للمياه، هذا ساعد أكيد في تجاوز هذه المعادلة.